اهلا وسهلا، نشكركم على المسانده وعلى حضوركم ودعمكم. نحن والله ان تعلم لا نطالب بزيادات ولا باي شيء من هذا القبيل، بل نحن لدينا حقوق مفتوره، كل ما يتعلق بصندوق التقاعد، ولدينا مشكل كبير في فلس الارمله وكذلك في التعاضديه والتكميلي الى غير ذلك. فاذا ربما رسالتنا اليوم الى الاداره لا يجب أن تأخذنا كأناس عاديون لا يفهمون لا يعرفون أشياء عن حقوقهم، بل نحن أناس تابعوا الأمور بشكل جيد وفهمنا واستقرأنا واستنبطنا كل شيء فوجدنا أن حقوقنا مبتورة. إذ نطلب من الإدارة بعد لقاءين داما لأكثر من 7 ساعات ولحد الساعة ليس هناك جواب. الغريب في الأمر ربما يعتقدون أن أمورنا لا تسلك المسلك الذي يجب أن يكون، ألا وهو أن نخضع لهم نحن كجمعية وأن نكون كباقي الجمعيات، ولكن هذا لا يمكن، فما اجتمعت أمتي على ضلال. فنحن نناضل وسنبقى نناضل إلى غاية أن نصل إلى حقوقنا. احنا كمتقاعدين سككيين اللي احنا عندنا بزاف تاع الحوايج في المطالب ديالنا، اولا النهار اللي بغيتيونا 63 عام ما تشاوروش معنا، خداو اللي بغاو وخلاو اللي بغاو وخرجونا بلا باتمون ديال 4% ودوزونا الايركار بلا ما نعمرو حتى ورقه بلا ما نعرفو خصوم، يدوزونا احنا ماشي ضدهم ولكن يدوزونا بمكتسباتنا، ماشي يدوزونا بقل من المكتسبات ديالنا. الناس كانوا عندنا حنا لي ميكانيسيان كيخرجوا على 50 سنه وعندنا الموظفين الاخرين على 55، جبتونا 60 سنه خديتو اللي بغيتو خليتو اللي بغيتو والحقوق ديالنا ضاعت. كذلك عندنا لاكنوبس دوزتونا لاكنوبس دوزنا بخطره، ماشي لاكنوبس كتقطع علينا والتكميلي لا ميتيال وينسيف كتقطع علينا، وبالنسبه لي انا الميتيال الكومبليمون كيقطعوا لي 160 درهم بخلاف الموظف المزاوي كتقطع لي 25 درهم. شوف الظلم فين كاين، انا 160 درهم راه نشري بها جوج خدمتين تاع واحد كاين 12 مثلا. عندك ثاني اخويا السوسيال، عندك السوسيال شكون اللي خصو يمشي للحج خصو يمشي للعمرة، المتقاعد اللي عنده قيت مثال جا الحج في 4 يمشي جا في 5 يمشي جا في 6 يمشي، المزاول ما يقدرش. انا ماشي عندي الحج في شهر 4 وانت عندك الآلية تخدم بهم وما كاينش اللي غينوب عليك وتجي انت تمشي للحج ولا تمشي للعمرة، 10 مزاولين وواحد متقاعد ماشي حرام. انا دوزت 31 سنه حتى الميزانية ما عطاوهاش لي، عطاوها اللي بغاو خلاو اللي بغاو. نزيدك انه فلس الارمله، فلس الارمله دايرينو جمعيات ديالنا سكاكيين كل شهر كنحطو، يعني نهار كيموت الموظف كتاخذ المره ديالو، نهار تكون المره ديالو كتاخذ النص ديك الشيء نتاع راجلها. دابا جا وبقى يخرجوا منه نهايه الخدمه، الا بغيتي تخرج منه نهايه الخدمه راه حتى انا مشاركه فيه، عطيني انا اللي خرجت هذه 7 سنين ولا 8 سنين نهايه الخدمه، عطيني الاخرين. حنا هذا الشيء اللي كنطلبوه من المسؤولين تاع المكتب يشوفوا من حالنا يقدوا لنا حقوقنا، وراه ما غاديش باقي نعاودوا نهضروا، هذا مسلوبين راه مسلوبين.